صبحكم الله بالخير ويوه الخير. اليوم 22/9/2024 ودرجة الحرارة 30. هذه منطقة مشيرب القريبة من سوق واقف، وهذه محطة المترو مال مشيرب. طبعا أنا ركبت المترو، المترو تاخذ تذكرة يومية ب6 دراهم 6 ريال، وتستخدم المترو يوم كامل. هذه منطقة نزلت فيها وباتجه إلى سوق واقف، وهذه المنطقة الجديدة مشيرب، منطقة كلها بنايات وكلها انترنت وكلها أمور. يلا إذا جيت شوف، يعني هذه قاعدة يا إخواني، إذا جيت قطر وما جيت سوق واقف تراك ما جيت قطر، خلوها في بالكم القاعدة هاي. يعني سوق واقف تم تطويره بطريقة عجيبة وطريقة حلوة. يعني هذا كله لا تفكرون انت مباني قديمة، المباني القديمة هدوها وبنوا عليها مسلح، لكن شوف التشكيلات تفكرها كأنها مباني قديمة، لكن كله محدث وبطريقة معمارية عجيبة صراحة. صار معلم في قطر هذا السوق وأجزاءه. فأنا عندي 9 ساعات ستوب أوفر، فقلت بنزل شوف أصور قطر، بصور بعض الأشياء. هاي كل سوق واقف من ضمن سوق واقف لين هناك خلفه قصر الحكم، وهذه مشيرب الجديدة والقلعة. مطعم نابلس ومطعم ذا فيليج. نواصل. هذه البصمة في السوق من زمان. من المطاعم المعروفة هني، والوحدة من مواطنة أمي لولوة، أم محمد، مطعم أم محمد، أكلات شعبية، طبخ المرة هذه. وقت الشاي. طبعا ليش سمي سوق واقف؟ لان الباعة اللي كانوا فيه كلهم واقفين، يعني يبيعون هم واقفين، خصوصا اللي كانوا يجيبون السمك يوقف له شي ساعة ساعتين، خلاص من يبيع السمك ماله يروح، ولا اللي يجيب الاغراض المنزلية كانوا يوقفون يبيعون اغراضهم. فندق الخريس، انتو طبعا تشوفون شيء من برا لكن من داخل ديكوراته غير. وهذا المقهى لين اليوم يسوي هالقدو، اللي يبغى يدخن قدو محبين القدو. شوفوا هذه الشيشة مال أول، ما في شيشة قبل، هذا هو هذه الشيشة قبل مالهم، هاي القدو. من القهاوي المعروفة في السوق قهوة علي النعمة، هذا هاي تقريبا القهوة الوحيدة اللي تفتح أول قهوة تفتح الصبح، أول واحد. هذا مركز شرطة قطر، ومثل ما أقول لكم الشرطة اللي تداوم في هالمركز دريس مغير عن الشرطة العادية، قطرة وعقال ودريس لونه غير عن الشرطة العادية اللي يداومون في هالمركز اللي في سوق واقف.
ساحة يوسف أحمد الجمال. فنادق موجودة، الأسواق موجودة، القهوة موجودة، المطافي والشرطة، وهذا سكة بعد من سكك الداخلية. هنا طعم البراتة مالهم والكرك. واحدة من السكك هاي سكة مهمة جدا، سوق الباكر. سوق الباكر ندخل، يلا المحلات فتحوا. أحمد صالح الباكر في السكة. جذبني هالمحل، يبيع أشياء قديمة جدا من ضمنهم الأرقام السيارات، الكويت، البحرين، السعودية. كمل. كله اللي يبغى يشتري سوفونير. أغلب المحلات فيها سوفونير. تدخلنا على سكة ثانية. شوفوا المراعاة في التصميم، وسوق السجاد هذاك المبنى بيني وبين سوق واقف هذا الشارع، سوق كامل للسجاد. هذه الشرطة على الخيول، على العادة القديمة جدا. مساكم الله بالخير ويوه الخير، من أرقى مول في الدوحة فان دوم بلس. هذا المول فيه جميع الماركات العالمية ومن المولات اللي يشار لها بالبنان. يلا نمشي ونكتشف المول، مع أني صورته في السابق لكن في الإعادة إفادة. وكذلك نسيت أقول لكم طبعا التاريخ، ما زلنا اليوم 22/9/2024، ودرجة الحرارة بين 36 و 37 في الدوحة، لأن هذا المكان، هذا المول جنبه مماشي جميلة وجزيرة اللؤلؤة وممشى جميل على البحر، لكن ما تقدر الحين إلا إن شاء الله في الشتاء. استوي خير لكل حادث حديث. في الشتاء إن شاء الله يكون الجو بارد، الممشي اللي خارج المول هذا عجيبة. هذا البرج، برج سيفورا، شوفوا مبنى كامل تجميل، يعني المرة ما تطلع مني إلا يعني على الأقل شارية ب2000 درهم، 2000 ريال. نعم عادي، هذا الكريم، وهذا الكريم حق ما أدري شو، وهذا والحريم يصدقون ترى. كل الماركات العالمية تلقونها في السوق طبعا هالمول.
شوفوا هالساحة، جوهرات الفردان، نواصل أرماني كافيه. شوف التشكيلات انت، كل سقف غير، كل زاوية فيها سقف ثاني، تشكيلة ثانية. وهذا من الخارج تقول قصر فرنسي. شوفوا النقوش وإعمال الجبس الدنيا. وهناك في مثل ما أقول لكم، هناك في ممشى جميل عند الفندقين اللي شي مثل شي فندقين بالطريقة هاي، في جنبهم ممشى جميل، وهني جزيرة اللؤلؤة، وبعد وشو جنب جزيرة اللؤلؤة. لكن أقول لكم يعني التصميم هذا من الخارج والداخل فظيع فظيع. شوفوا كيف يتنافسون في المطار الخارجي برغدا وديور و إيف سان لويس بيتون. شوفوا ديور محلاته، الديكور الخارجي إيف سان لويس بيتون، شوفوا الديكور الخارجي. هذه مركبة الفضاء يبوها لكم في سيارة السيارة اللي يمشون فيها في المريخ. لديك سلف وتمشى في المول. وهذه الساحة بعد غير عن الساحات اللي مرينا عليها. كل زاوية غير. شوفوا في التصميم، في الأشكال، في اللون، في كل شيء غير، في الديكور. والله يا إخواني ما تعرف شو أصور، محلات جميلة جدا. شوفوا هذا السقف. حياكم الله مرة ثانية من مكان ثاني، ومن مول بيلاجيو. هذا مول بيلاجيو، مول على شكل ديزاين إيطالي. مرة من المرات هذا ترى أول ما بنوه تم فترة شي سنتين واحترق كامل، وناس وايد توفوا فيه وردوا بنوه مرة ثانية. الديزاين من داخل ديزاين إيطالي. هذا فندق ذا تورتش، من الفنادق الخمس نجوم الجميلة جدا. إذا تأخذ غرفة فوق تكون إطلالة على المدينة كاملة، وهذه المدينة الرياضية. يلا ندخل إلى بيلاجيو ونشوف المول. ودخلنا إلى مول بيلاجيو، واللي ميزة هذه القناة كأنك في فينيسيا. شو التصميم؟ تصميم جميل جدا، نفس التصميم اللي انعمل به من قبل يعني في السابق، ولما احترق سووه نفس التصميم. مول بيلاجيو، وقريب منك فندق ذا تورتش شعله.
وقريبة كذلك حديقة جميلة اسمها حديقة سباير، بس لو الجو حلو بارد اوكي الشتاء يعني تقدر تتمشى، لكن الحين نواصل سيرنا. هذه الردهة الرئيسية، نواصل. هذا الملعب الثلجي، اللي يبغي يتزحلق على الثلج جوندولينا. هذا قسم الألعاب والملاهي في المول. هني طرف القناة، ياخذ لفة ويرجع وين ركبوا. جماعة كلهم يسوون رياضة، بس ما تخيل نفسي قطرة وعقال كندورة وجوت رياضة وسوي رياضة. يا الله ما شاء الله عليكم يا القطريين، بيسوق من الدوحة لين دبي وقطرة والعقال عليه لين. تخيلوا أنا في الدوام، أروح الدوام ما ألبس القطرة إلا يوم أنزل من السيارة. التقاطة سريعة. ركوب الغارب الشخص الواحد بعشر ريال. مساكم الله بالخير يا ويوه الخير، من أرقى مول في الدوحة فان دوم بلس. هذا المول فيه جميع الماركات العالمية ومن المولات اللي يشار لها بالبنان. يلا نمشي ونكتشف المول، مع أني صورته في السابق لكن في الإعادة إفادة. وكذلك نسيت أقول لكم طبعا التاريخ، ما زلنا اليوم 22/9/2024 ودرجة الحرارة بين 36 و37 في الدوحة، لأن هذا المكان هذا المول جنبه مماشى جميلة وجزيرة اللؤلؤة وممشى جميل على البحر، لكن ما تقدر الحين إلا إن شاء الله في الشتاء. استوي خير لكل حادث حديث. في الشتاء إن شاء الله يكون الجو بارد، الممشى اللي خارج المول هذا عجيبة. هذا البرج برج سيفورا، شوفوا مبنى كامل تجميل، يعني المرة ما تطلع مني إلا يعني على الأقل شارية بألفين درهم، 2000 ريال. نعم عادي، هذا الكريم وهذا الكريم حق ما ادري شو، وهذا والحريم يصدقون ترى.
كل الماركات العالمية تلقونها فيها السوق طبعا. هالمول شوفوا هالساحة، جوهرات الفردان، نواصل. أرماني كافيه، شوف التشكيلة تنته، كل سقف غير، كل زاوية فيها سقف ثاني، تشكيلة ثانية. وهذا من الخارج تقول قصر فرنسي، شوف النقوش وإعمال الجبس دنيا. وهناك في مثل ما أقول لكم، هناك في ممشى جميل عند الفندقين اللي شي مثل شي فندقين بالطريقة هاي، في جنبهم ممشى جميل، وهني جزيرة اللؤلؤة، وبعد وشو جنب جزيرة اللؤلؤة. لكن أقول لكم يعني التصميم هذا من الخارج والداخل فظيع فظيع. شوفوا كيف يتنافسون في المطار الخارجي برغدا وديور و إيف سان لويس فيتون. شوفوا ديور محلاته، الديكور الخارجي إيف سان لويس فيتون، شوفوا الديكور الخارجي. هذه مركبة الفضاء يبوها لكم في سيارة السيارة اللي يمشون فيها في المريخ. لديك سلف وتمشى في المول. وهذه الساحة بعد غير عن الساحات اللي مرينا عليها، كل زاوية غير. شوفوا في التصميم، في الأشكال، في اللون، في كل شيء غير، في الديكور. والله يا إخواني ما تعرف شو أصور، محلات جميلة جدا. شوفوا هذا السقف، مساكم الله بالخير يا ويوه الخير. ما زلنا بتاريخ 22/9/2024 ومطار حمد الدولي، مطار الدوحة. وهذه العلامة المميزة اللي فيه دب عليه ليت كشاف. هذا الدب كان في نيويورك في قدام شركة، والحكومة أول ما بنت المطار شرته ويابته هني، $1,800,000. شوفوا من كم من سنة حين أول ما بنوا المطار، وكبر المطار عن قبل هالسنين هذه، وزادت فيه أشياء وأقسام جميلة جدا. ومثل ما تشوفون صورت أنا من قبل كم من مرة، لكن في الإعادة إفادة. هالمرة أنا شفت فيه مسوين فرع سوق واقف، فرع سوق واقف سووا هني كم من محل كأنه يعني حاكون به سوق واقف. نروح نصوره مرة ثانية. المطار طبعا حصد الكثير من الجوائز العالمية في نطاق السفر والسياحة، وما زال يحصد، ويستحق بصراحة، يستحق وبقوة. خدمات ولا أروع، خصوصا من الستاف الأرضي
كل مكان منتشرين، كل مكان فيه فرع عندهم، هني كونتر منه كونتر منه، شو عندك من الأسئلة؟ يعني أنا صرت على طيران خليجي ثاني تلقى كونتر واحد فيه شخصين وزحمة عليهم، زين شو السالفة؟ مطار كله فيه كونتر واحد، أما مطار الدوحة كل مكان استعلامات، الصالات كل مكان، صالة السلفر، صالة الذهبية، صالة النخبة، صالات يا أكثر الصالات. المطار طبعا فيه مترو فوق هني يقربك من منص المطار لين بوابات السي، لأن هذا الغسم غسم سي، أطول قسم في مطار الدوحة. فهني في مترو إذا حبيت تمشي، هذه السيور المتحركة موجودة. هذا هو السوق، هذا أول مرة أنا أشوفه اليوم، شفته صورته، وطبعا أعتقد أني حاكي سوق واقف نفس المحلات القديمة، الدرزي والبنشت والدكان، وهذا مطعم بسطة وقهوة شعبية. صبحكم الله بالخير ويوه الخير. اليوم 22/9/2024، وهذا مطار الدوحة، مطار حمد الدولي. صورنا كم من مرة لكن في الإعادة فادة. هذا شوفوا السوق اللي فيه الجميل، هذا الركن كأنه سوق واقف على 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 النمط القديم. شوفوا الجلسات، تبغي شاي وكرك، تبغي بيش، تبغي ملابس قديمة، تبغي شوفوا محلات السوق، هذا كيرم، تبغي تلعب كيرم. سوق شعبي في المطار صراحة روعة. هالمكان الديكور كم يسوى، هذا المقهى بسطة. صور مرة ثانية، سوق شعبي في قسم في مطار قطر. وهذه منطقة أورشارد أو القاب الاستوائية، تمشي على الجسر كأنك تمشي بين أغصان الأشجار. هذا أحلى قسم في المطار، بس إذا عندك وقت تعال واجلس وسمع أصوات الماي والطيور وين ما تبغونهم يأخذون جوائز. وايد مهتمين بالمطار، وإن شاء الله بالمزيد بعد كذلك، كلها لصالح الناس. هذه محلات الماركات كلها موجودة، صورتها كم من مرة لكن في الإعادة إفادة. طبعا اخواني انا هاي صورت لكم كم مرة الصالة، انا دخلت 5 أو 6 صالات في مطار الدوحة. مطار الدوحة زين فيهم ما يتساهلون في مسألة الضيافة، دائما يزيدون زيادة على المطارات الثانية، مسألة الانترنت، الاكل، تنوع الاكل، تنوع المشروبات، شو اقول لكم، الراحة، نوعية الكراسي، الشوربة حتى الشوربة لذيذة. انا هني أكلت أرز أبيض مع دياي وحطيت معه هذه تبولة، عجيب الصراحة، الرز لذيذ. أبغى أسأل الشيف شو نوع الرز.